لا يعترفون بمسمى مهمشين كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع اللهجي، يمارسون العادات والتقاليد المجتمعية، ولهم علاقات واسعة ومتعايشين مع المجتمع في محافظة لحج بشكل طبيعي منذ القدم. اللي يطلق عليهم المهمشين هم مش مهمشين، هم عايشين بيننا في المجتمع، ونحن أولاد حارات مجتمعية، وهم عايشوا يقدموا لنا خدمات وبس من الرعاية، والسلطة تلتفت إليهم. ما فيش عندنا أي تفرقات عنصرية، ونحن طبق واحد، لا في أسود ولا في حمار، وكل إحنا واحد، ماينا واحد، لبسنا واحد، ومدرستنا واحد، وعيالنا واحد، يدرسوا من أول ابتدائي لما الثانوية العامة. كلنا يعني عيالنا يتعلموا مرة مدارس وحدة وحافة وحدة، ويتعلموا يسيروا العيال يعني طبيعيين مصاحبين هم، والذي هم مباسط واللي هم ضباحة كلهم سوا، ما فيش بينهم تخالف. من ناحية إطلاق كلمة مهمشين، هم ليسوا مهمشين، هم ناس بشر مثلنا، يعيشون نفس الحالة التي نعيشها نحن، ونفس الظروف المعيشية. الغلاء مطبق علينا وعليهم، وأمور الحياة يعني علينا وعليهم، كل شيء يعيشون مثل ما نعيشه نحن، يعني ما فيش أي تمييز فيما بين هذه الحارة وده. وأني أعتقد أن كلمة مهمشين يجب أن تلغى من هذه الحارة بالذات. في مدينة الحوطة وتحديدا في حارة العدن توجد هذه الفئة الاجتماعية التي يطلق عليها مهمشين، وهم ليسوا بمهمشين كونهم يقدمون للمجتمع اللهجي خدمات جليلة كالنظافة والصرف الصحي وغيرها الكثير، إضافة إلى تبوي عدد منهم مناصب عليا في الدولة خلال الفترة الماضية. حارة العدنين اللي تطلق باسم المهمشين، طبعا هذه الحارة ما فيش فيها أي عنصرية، يعني في توافق ما بينها وبين الحارات الباقية في محافظة لحج مديرية الحوطة. طبعا أو أبنائهم يتعلموا مع أبنائنا أيضا في العلاقة، يعني مع بعضهم في ما بينهم البين، أيضا في الأفراح في المناسبات هم طبعا مع بعض، ما فيش أي عنصرية. هي فئة تقدم خدمات في مجال النظافة، في مجال الصرف الصحي، في عدة مراكز مهمة يعني في المجتمع، ولهم الفضل في نظافة بيئتنا. حتى من ناحية كلمة مهمشين، نحن برضو مندمجين مع الطبقات الأخرى منذ القدم، من زمان درسنا مرة، نحن وناس الآن دكاترة وناس مسؤولين، ناس نحن ليس مهمشين، تمام، نحن طبقة مندمجة مع الطبقات الأخرى. طبقة المهمشين طبعا طبقة اجتماعية متعايشة مع المجتمع، ولهم دور فعال في المجتمع، وهذه ليس وليدات الحاضر، إنما حتى في الثمانينات أتذكر كان معي طلاب من الطبقة المهمشين، كانوا من أذكى الطلاب، واتجهوا إلى الحقوق، وفي منهم معلمين الآن، يعني استطاعوا أن يندمجوا ويتعايشوا، والمجتمع متقبلهم بكل صفاتهم وبكل دعوة، يعني عايشين حياة طبيعية في المجتمع. تعد هذه الفئة من الفئات المندمجة في المجتمع اللحجي، لهم وعليهم من الحقوق والواجبات ما على الجميع، حيث يشاركهم المجتمع أفراحهم وأحزانهم وعلاقاتهم الاجتماعية، ويعيشون بعيدا عن التنمر المجتمعي، وهو ما تميزت به محافظة لحج عن بقية المحافظات. متفاهمين، نجي عندنا نجي عندهم، ما فيش حاجة، برضو يشاركونا في الأفراح، صح، يعني قد والله نتشارك نحن بالأفراح بالحزان، يعني في موتنا يجوا عندنا، في موتهم نجي عندهم، في مخاطر نجي عندهم هم يجوا عندنا، ولا بينهم شيء. يتعايشون بشكل طبيعي، فيمارسون حياتهم بشكل طبيعي. محافظة لحج تعتبر من أفضل المحافظات بصراحة من حيث التعايش مع هذه الطبقة المهمشة، ونستشعر يعني وكأننا يعني عادي، ما في فرق كبير مجتمعياً. رغم هذا التعايش المجتمعي في المحافظة، إلا أن هذه الفئة تعاني كغيرها من أفراد المجتمع من نقص الخدمات كالكهرباء والمياه، ومشكلة مستنقع الصرف الصحي الذي يعد أبرز معاناتهم، ويناشدون السلطة المحلية بإيجاد الحلول لهذا المستنقع الذي يقع بجانب مساكنهم. مشكلة الحارة المجاري، أول بدرجة أولى المجاري، وشفت المستنقع اللي تصورنا قبيل، تمام، ولا المناهل، بعض المناهل بدون أغطية، قد قدمنا واشتكينا وذا، بس لحد الآن ماش لقينا أي جدوى ولا دون أي. عندهم نقص في الخدمات مثل النظافة، مثلا النظافة اللي هي القمامة مثلا يعني متكدسة في الحارات، أيضا المقاري تطفح،
ايضا الكهرباء، الكهرباء هم طبعا بدون عدادات ساعات، يعني ما فيش انقطاعات حق الكهرباء، اذا في بلاغات مثلا مش ينزلوا اصحاب الكهرباء، يعني في معاناة، في عندهم معاناة في بعض الاشياء. المجتمع اللحجي مجتمع متعايش منذ القدم، فلا فوارق اجتماعية أو مسميات عنصرية، فالجميع هنا مواطنين متساوين على رقعة هذا الوطن الكبير.